ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميرا نيل ارتست. النهارده كنت هوريكم ازاي تعملوا الامبري على الجيل بولش، وهوريكم الامبري برضو على الهارد جيل. هوريكم طريقتهم هما الاثنين عشان خاطر في ناس كتير بتروح تقول انا عايزه اعمل امبري، الناس تقول لها مش هينفع علشان انتي مش عامله هارد جيل، او لازم عشان تعملي الامبري لازم تكوني عامله هارد جيل. النهارده هوريكم ازاي تعملوا الامبري بالجيل بولش من غير ما يكون في هارد جيل وعلى الهارد جيل بار. الامبري ده طبعا اللي هو حاجه كده نوع من انواع الفرنش، الفرنش طبعا ده حاجه اساسيه كانت بتبقى في الضوافر اللي هو اخره الخط الابيض، انما الامبري ده بيكون اخره ابيض بس بيبقى مدرج على ما فيش. ده بيبقى فيه ميزه حلوه قوي ناس كتير قوي بتحبها، ان هو لما الضوافر بتطول ما بيكونش باين ان الضوافر ده انت حاطه جل او مركبه ضوافر او وات ايفر اللي انت حطاه، لانه بيكون لونه طبيعي جدا من تحت، هو من فوق بس بيبان اللون. ممكن يتعمل ابيض، ممكن يتعمل بينك، ممكن يتعمل اي لون انت بتحبيه على حسب بقى الهدوم اللي انت بتبقي لابساها. وطبعا الامبري ليه كذا طريقه، ممكن يتعمل بفرشه، ممكن يتعمل بسبونج، ممكن يتعمل بكذا حاجه، بس انا هوريكم النهارده بالسبونج ازاي تعمليه على الضوافر. دلوقتي احنا هنعمل الامبري على الضوافر الطبيعيه بعد ما خرجنا ايديها من الجهاز. هوت بولش، ودلوقتي هنبتدي نعمل الامبري على الجيل بولش على الضوافر الطبيعيه. دلوقتي بعد ما خلصنا وطلعنا ايديها من الجهاز، بيكون بقى فيه هنا بقايا المانيكير دي بننضفها. كده احنا خلصنا الامبري على الضوافر الطبيعيه، كده ده خلص، عملنا امبري على الضوافر الطبيعيه. دلوقتي هنعمل الامبري على الهارد جل. دلوقتي احنا عملنا الهارد جل وحطيناه على الضوافر وظبطناه، دلوقتي هيبقى مرحله بس الامبري. واهم حاجه لازم الاسبونج تبقى نظيفه جدا عشان لو فيها اي حاجه هتطلع في البوليش. احنا دلوقتي خلصنا الامبري على الجيل بولش والامبري على الهارد جيل. ده هنا الجيل بولش، عملنا حطينا اول حاجه بردنا الضافر علشان خاطر الزيوت والحاجات دي ما تبقاش موجوده، بنخشنه حاجه بسيطه قوي بحيث ان الضافر ما يبص. بعد كده حطينا البرايمر اللي هو علشان خاطر ما يخليش الضافر يطلع زيوت. بعد كده حطينا البيس، بعد كده حطينا طبقه مانيكير كده اللي هي بتلمع شويه، ممكن نسيب ان البولش نحطه على الطابق يعني اللون الدموي بتاع الضفر هو اللي يبان يعني من غير الطبقه دي. وبعد كده عملنا بالسبونج درجنا لحد ما بقى مديني شكل الامبري. بعد كده حطينا التوب كوت في الاخر، ده عملناه على الضفر الطبيعيه من غير اكستنشن من غير اي حاجه. انما بقى الهارد جل انا كنت عاملاه ومجهزاه ان هو الصباع يكون فيه هارد جل، بس عملت بالسبونج ان هو يبقى مدرج كده برده، وعملنا حطيت عليه طبقه جليتر بحيث ان هو يبقى شكله حلو. ممكن نعملها وممكن لا، في ناس بتحب الحاجه تبقى سايده وفورمال وكده، وفي ناس بتحب ان هو مثلا يكون فيه منظر او حركه. وممكن نحط هنا استراسات، ممكن نحط هنا ستيكرز، ممكن وات ايفر اللي احنا هنحطه في الطباع ده. هما النتيجه بتاعتهم هما الاثنين، ده بالبولش وده بالهارد جل. ودلوقتي اوريكم الفرق ما بين الامبري على الضوافر الطبيعيه والامبري على الهارد جل. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا حاجه وتعرفوا تعملوه في البيت لوحديكم. ولو في اي حاجه عايزين تعرفوها برضو اكتبوا لي كومنتات وهرد عليكم.